يا صباح الخيرات، صباح الخير، البركة، الصحة، الرزق وكل شيء حلو لكل حد عم يشاركنا مساحتنا الصباحية اليومية على شاشة سما الفضائية. صحيح الظروف ممكن تفرض على حياتنا علاقات ودم جديد، وما بكل الأحيان ممكن نحن نقدر نتحكم بهذا الشيء، بس بالحقيقة نحن الربان لقاربنا مهما كان صغير، ونحن يلي منعطي الصلاحية لكل حدا عم بيعمر قصور بدنيتنا أو حتى مجرد بيوت مؤقتة، ونحن يلي منحدد مين بدنا نغربل ومين بده يبقى معنا بكل نهار. لهذا السبب بنقول دايما اختاروا شركاء رحلتكم لحتى يكونوا سند وعون، ومو أكيد بالعكس يكونوا الضد، وما بنشوفه أن احنا بالوقت المناسب بحياتنا. يسعد لي صباحك يا أميلي. يا صباح الورد، صباح الجمال، صباح الكلام الحلو اللي عم تقولينا يا دائما بكل صباح. دائما خلوا مسافة أمام ما بينكم وبين الأشخاص السامين، يلي لأنه مهما كان عندكم قوة وإرادة، بمجرد ما قربتوا منهم لا إراديا رح تتأثروا سلبا. قد ايه حلو لما نختار لحياتنا الواثقين المتصالحين مع حالهم المتوازنين اللي ما عندهم وقت يفرضوا قبضة ايدهم على اي حدا ليتحكموا بحياته. بيحبوكم مثل ما انتم، وشو ما بيريحكم بيريحهم، راضين باللي عندهم وبيسعوا لكل شيء بيلبق لهم بعيدا عن التقليد لمجرد الغيره. وقد ايه قلال هالاشخاص يلي هيك بحياتنا. هالشيء مو بس عم نحكي نحن عنه بالحب، انما بالصداقه، بالزماله، بكل انواع واشكال العلاقات الاجتماعيه. حلقتنا لليوم من صباح الخير بلشت لا تروحوا لبعيد. وهلا صار الوقت لحتى نتعرف على عناوين حلقه اليوم. حبيتك بالصيف، عندما تعاتب فيروز على غلط بسيط مضت عليه 20 سنة. وبحلقة اليوم رح نخبركم هل تتحول الغيرة في العلاقات الاجتماعية إلى تملك يقتل الود؟ وكيف تتخاطب عبر البريد الإلكتروني بطريقة احترافية تضمن لك الحصول على عمل؟ كيف رقص الدراويش ضمن لوحات بديع جحجاح؟ مراجعة شاملة لمرض الروماتيزم في يومه العالمي. من بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا رح ننتقل لمطبخ صباح الخير ونتعرف من الشيف بشرى شو محضرة طبق لليوم. يسعد لي صباحك. صباح الخير يا شيف. الخميس شو حاطة ببالك؟ كيكة طبعا، يعني أوكي. اليوم يوم الحلويات، رح نعمل كيكة التمر كمان بظن صار وقتها. يعني هلا انا عم طلع هيك الوصفات الخريفية الشتوية، بلشت فيهم كان بالحلو او بالمالح. اليوم رح نعمل كيكة التمر وصوص الكراميل بالجوز. يا سلام، كيكة عم تعملنا كيكة يعني. بظن نور حبت. يا كيكة انت، سلمي. عم بعمل كيكة للكيكات. يا حبيبة قلبي، يعطيكي ألف عافية وسعد صباحك. شكرا كثير لك يا شرف. ومثل ما عودناكم انه بكل خميس رح نخبركم شوي من هي القصص المخباية بين كلمات اغاني السيدة العظيمة فيروز، واليوم الحكاية رح تكشف عن وحدة من صفات جارة القمر، وهي انه ما بتنسى الإساءة حتى ولو بعد 20 سنة، وأنا بظن مو 20 سنة و100 سنة. إلى حين أخذ التار. من صفات النساء أنه نحن كثير طيوبين، بننسى بسرعة. الأغنية هي حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء، أكيد كلياتنا سمعانينا وبنعرفها وصارت جزء من ذاكرتنا. هي باختصار مليانة بالعتب، والعتب دائما
ورجعنا لحتى نحكي عن العلاقات الاجتماعية اللي هي من الأمور اللي المفروض تسهل علينا حياتنا وتعطينا الفرصة لحتى نكون أفضل سواء مع رفقاتنا بالشغل أو حتى مع جيراننا وأهلنا والأشخاص المقربين. بس لما تتحول هي الغيرة لتملك بتخلي الطرف المقابل يتحكم فينا ويوقف بوش دخول دم جديد لعالمنا الصغير، طبيعي تصير مصدر إزعاج. تعرفنا على هذا الأشخاص اللي حوالينا وعلى هي الأنواع اللي كتير تكون صعبة إنه نحن نتعاطى معها. تعرفتي على هيك أنواع؟ تماماً، لا الحمد لله ما كان عندي هيك أشخاص أو حتى علاقات بحياتي. كنا عم نحكي من شوي إنه نحن المسؤولين عن تعامل الأشخاص اللي هن حوالينا مع حدودنا، لأنه الغيرة الزايدة أكيد ما بتخوف، بس الحب كمان بالرفقة ممكن يساعد انه يكون تنشأ علاقة الغيرة بيناتهم. لهذا السبب اليوم رح نحكي كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة صحية مع ضيفتنا بالاستديو الدكتورة شفاء صوان الاستشارية والباحثة الاجتماعية. سعد صباحك. يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم، صباح الرواء، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. مو كل غيرة مزعجة ومو كل غيرة ممكن تكون سلبية، في غيرة بتكون حلوة عن محبة نابعة، وفي غيرة بتكون نابعة من زعل من انه حدا نفسه يكون بمكانك، نفسه يكون عنده الشيء اللي انت عندك اياه. فنحن اليوم كيف ممكن نتعامل مع هالغيره وخاصه اذا كانت غيره سلبيه؟ تمام. هلا شلون بتنشا الغيره اول شيء؟ ليش عندنا بتصير هي مشاعر الغيره؟ مشاعر الغيره اول شيء في ما وراءها اهتمام بنظرة الناس لنا أكثر من حبنا لذاتنا، اهتمامنا بالخارج أكثر من اهتمامنا بالداخل، اهتمامنا بالقشور أكثر من اهتمامنا بالجوهر. فكل ما كان الإنسان مهتم بالداخل كل ما هي القصص ما كانت موجودة عنده نهائياً أبداً، وكل ما كان عنده بهمه رأي الناس، بهمه الماديات، بهمه الظهور، بهمه هي القصص، فهي هون رح يجي بيضل بحالة قلق، بيضل بحالة توتر، بيضل بحالة عدم رضا عن ذاته، لهيك بتخلق هي حالة الغيرة. تماما. الغيرة حلوة بس يعني ضمن حدود. اليوم في كثير من الأشخاص اللي هن بيغاروا، ممكن أنا بغار على رفيقتي، ما بحب أحكي مع حدا تاني، جارتي بحبها أن تكون إلي أنا، ما تشوف جيران تانيين، أنه أنا وياكي مع بعض، أنا وياكي لحالنا، ما في داعي نختلط. وممكن إذا شفت عندها جارة تانية أو رفيقي شفت عنده حدا تاني أنا أتضايق انزعج. شو السبب اللي ممكن بيخلي هيك ناس يكون في عندها حب التملك أنه هذا رفيقي إلي أنا، وإذا شفت عنده حدا تاني أنا كثير بتضايق، بلغي الصداقة؟ هلا هو صراحة بتنشأ من الطفولة، الطفولة بيكون عنده فيها نقص، دائما الإنسان اللي بيغار وعنده هي القصص كثير لدرجة إنه هو ما بيرضى رفيقه يرافق حدا، ولا بيرضى زوجته تحكي مع حدا بعد ما يتزوجوا أو تتواصل مع قرايبينه أو تروح أو تجي، فهي القصة كل ما زادت عند هذا الشخص معناتها عنده شيء بطفولته هو نقص عم يعوضه بحب التملك للأشخاص الآخرين. مشكلة. تماما، فمشكلة تماما، فهو لازم يكون الإنسان كل ما كان أكثر توازن مع ذاته، كل ما كان أكثر تقبل لذاته، هو ما بتفرق معه مين ما فات ومين ما طلع لحياته، هي شغلة عادية يعني. إلي مكانتي الخاصة تماماً. إن كان عن صديق، إن كان عن جار، إن كان تماماً. عن أي شخص. بيكون غني ومستغني داخلياً، لهيك هو بأي علاقة بيرحب فيها، بأي علاقة بتزيد وبتفيض، عنده قانون الوفرة، قانون الندرة بيكون مع هدول الأشخاص اللي بيغاروا، قانون الندرة إنه أنا بس إلي لوحدي، هذا الصديق إلي لوحدي، هي الحياة إلي لوحدي، هي الـ العمل إلي لوحدي، هذا المكان إلي لوحدي، فدائماً ما بتحسيهم بحالة تطور، دائماً بحالة ركود، يعني هن ولو أظهروا للآخرين إنه هن عم يتقدموا بس هن بنفس المكان، لأنه هن ما بدهم يتخلوا عن هذا المكان. ما بدهم يتخلوا عن هي البيئة، ما بدهم يتخلوا عن هي الأشخاص، لكن لو كان عندهم عقل أكثر انفتاحاً تماماً وأكثر وفرة. اليوم أنا ما بعتمد بس على للوفرة. صديقتي أو جارتي شفاء، لا أنا بعتمد على أملي وكذا حدا من المحيط. تماماً، مو هي المحور. تماماً، فهو كل ما كان عنده نظرة للحياة بقانون الوفرة كل ما كان حتى عنده وفرة بالعلاقات، وفرة بالناس، وفرة بالحياة، وفرة حتى بمكان العمل يلي هو بيكون فيه، بيتغير دائماً وبيتبدل للأفضل، فهو بيكون عنده المشكلة أصلاً بتصير بتوزع على أشياء كتير مو بس لأشخاص معينين. نحن كنا عم نقول بالمقدمة إنه الغيرة لا تقتصر فقط على الحب وإنما بالصداقة والزمالة والجيران والعائلة، في كتير أمور نحن مو بإيدنا، يمكن هذا الشيء بيتجاوز السيطرة، مرات ما فينا يعني نضبط حالنا وأعصابنا. اليوم لما بدها تكون هي الشغلة عم تنشأ من داخل الأسرة وداخل البيت، شوي شوي كبرت صارت على الجيران، على الأصدقاء، هل هي نابعة من طبع معين عند هذا الشخص؟ هل هو طبعه غيور؟ تمام. أو هي غيرته هي من محبة زيادة فبصير بده يتملك اللي حواليه؟ تمام. حبوني أنا وبس؟ تمام. هلا هو بينشأ عن أنانية ونرجسية، في شيء من النرجسية بهذا الشخص، يعني ما بيحب حدا يشاركه
اكو حتى باشياء لازم تتشارك الاشخاص اللي بيحبها. مثلا انا يعني مثلا في زوج بيحب خلص زوجته له، طيب عائلته ابوه وامه اللي عاشت معهم سنين وايام اكيد اكيد ما راح تكبهم او تتركهم كرمال انه هذا الشخص تضل معه وما تتواصل معهم يعني وتقطع رحمه. اكيد يعني اكيد في شغلات بالحياه مثلا مكان العمل او اشياء معينه ممكن انه ممكن نخف فيها يعني او بس ما نقطعها نهائيا، لانه هي الشغله كمان فيها تحقيق لذاتنا. فكل ما كان الشريك اصلا او الصديق او الاب والام اللي عايشين معهم بنفس البيت عندهم هذا حب انه التطور والوفره، هذا لانه انا مو مالي دائمه لاولادي، مالي دائمه لزوجي، زوجي ماله دايم لي، الحياه مالها دائمه لحدا، فدائما هي قانون الوفره اني بدي اعلمه، بدي اخليه اقوى، بدي اخليه افضل، هذا الشخص اللي معي سواء ابن سواء زوج سواء زوجه، كل ما كنت انا اكثر ارغب في اني اطور ذاتي كمان بحاول اني اطور الاخرين حوالي لحتى ما نوصل لهي مرحله القلق، لانه بصير قلق دائما الاهل اللي دائما بيغاروا على اولادهم او على الناس اللي حواليهم بيضلوا بيحسوا بقلق، بيضلوا بيحسوا بتوتر، بيضلوا بيحسوا انه لازم ابني يضل معي دائما، لازم يكون موجود معه دائما، دائما لازم اعرف شو عم يساوي وشو عم يعمل، فهون بيخلق شيء حتى بيصير الشخص الاخر بده يتحرر من هي القصه اللي يعني الشخص اللي بيغار او اللي عنده نرجسيه وانانيه لو كانت باطنيه يعني او كانت نابعه ظاهره حب لكن باطنها بيكون شيء تعلق يعني. طيب كيف انا بدي ريحه لهذا الشخص؟ اليوم أنا في علاقة بحياتي هيك وما فيني استغني عنه، يعني ممكن صديق كثير بحبه وممكن كمان زوج وممكن حدا عزيز على قلبي، كيف لازم أتعامل معه؟ كيف لازم أطمنه إنه أنت كشخص كوجود ككيان كإنسان في إلك قيمة محفوظة عندي ما ممكن تتبدل أو ما ممكن حدا يدخل عليها ويزيحها، كيف لازم أوصل له هي الرسالة أتعامل معه بطريقة صحيحة وما أنهي للعلاقة؟ تمام. هلا على هوا الشخص وقد إيه هو وصلان لمرحلة الغيرة، إذا هو غيرة بس انه بسيطة محبة وبسيطة وانه بس انه نوع من الاهتمام هي ما بتزعج يعني، لكن اللي بتزعج اللي هو المراقبة اللي دائما ليش وشلون وكيف ليش هيك عملتي وليش تصرفتي، فبصير بحس حاله الانسان دائما مأسور. وشغلة تانية بصير بيخبي وبصير ممكن يوصل لمرحلة الكذب، يعني في كتير ناس بسبب الغيرة بتصير بتكذب على شريكها، بتكذب على أهلها، بتكذب، لأنه ليش أنا لوصل الأشخاص اللي معي لحالة الكذب وهي حالة كتير بشعة وكتير سيئة؟ معناتها الإنسان لما بتتزعزع الثقة بالآخر بصير بيكذب. أنا دائما بقول لأنه الكذب مو فطرة، الكذب هو نوع من الخروج من مأزق يعني، فدائما الطفل يلي بيكذب كثير نحن بنقول دائما انه الاهل سببهم هو دائما الترهيب، انه انت دائما ليش عامل ليش مساوي، فدائما الطفل بيلجأ للكذب. نفس الشيء الكبار نحن دائما بنلجأ لنهرب او نكذب او نخبي لما بيكون الشخص كثير غيرته شديده، فدائما لنحافظ على خصوصيتنا تجاه هذا الشخص انه نحن لازم نحمي خصوصيتنا، ما نقول له كل شيء، ما نخبره كل شيء معنا بحياتنا لحتى هو ما يسبب لنا ازعاج او الم نفسي او هشاشه بالعلاقه، لانه كثر الصدمات والاشياء اللي ممكن تصير حساسيات بينه وبين اي شخص بيعاني من هي القصه بتخلق شيء شرخ يعني بينه وبين الشخص. من اصعب الشخصيات على فكره، تمام. هن هدول الاشخاص يعني مو بس عم ياذوا اللي حواليهم، يمكن هن المتضرر الاول، تمام. من هاي العاده السلبيه خلينا نقول او الطبع او ما بعرف شو ممكن نسميه اليوم، تمام. كيف ممكن هذا الشخص يتخلص من هذا الموضوع لحتى يكسب الناس اللي حواليه وما يخسر الناس اللي بيحبهم؟ اول شيء التعلق بالله بالمصدر، يعني الانسان كل ما تعلق برب العالمين بصير كل تعلقاته اللي حواليه هي تعلق من اجل الله، تعلق من اجل الحب الخالص، بدون تعلق كامل يعني بدون تعلق متعب يعني، فهو بيكون بحاله انسجام مع الله مع الكون مع الناس مع العلاقات، اللي بيجي بيجي واللي بيروح بيروح، كله رساله وكله اسباب لحتى نكون لنطور ذاتنا ولنطور وعينا. فالواحد ما بيضل الان على الناس اللي حواليه، على اولاده، على زوجته، على زوجته، بيضل بيسبب له قلق مشاكل اذا حدا فات على حياته، اذا حدا سلم عليه. يعني في ناس مجرد ما سلمتي على زوجها او هي سلمت على حدا او هيك بصير مشاكل كثير كبيره وكذا. طيب ليش نحن ما بنحسن الظن؟ ودائما على فكره العلاقات اللي بتكون هشه وبيتملص منها الشخص هي العلاقات اللي فيها خنق للطرف الاخر، سواء ابن او سواء دائما الولد اللي بلاقي دائما اهله دائما بيرصوه دائما بيطلع بيتفلت، يعني دائما يلي زوجه دائما بيضغط عليها دائما بتخلي مساحات لها
لحتى تطلع منها من هذا الضيق. يعني ممكن بالنهايه تقول له انا ما عاد فيني اتحمل وانا خلص بدي الانفصال لانه هذا مريح لي ومريح لك كمان، لانه هو بصير بيتعب وبيتعبها كمان. نفس الشيء ممكن مو بس للزوجه كمان للزوج كمان. تماما، هي نقطه كثير مهمه ندرس العلاقه بطريقه صحيحه، الاشخاص المحيطين، لحتى ما نوصل لمرحله لا لشرخ كعلاقه صداقه ولا حتى لانفصال كعلاقه زواج. ختام تشكرك لوجودك معنا، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك معنا. رح ننتقل سوا لعند الشيف بشرى ونشوفها كيف عم تحضر لنا طبق اليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والرزق. اليوم رح نعمل كيكه التمر ورح اعمل معها صوص الكراميل بالجوز. رح بلش اكيد بالكيكه، هلا باعتبار انه رح نبلش بتطبيق الكيك، اكيد انا شغلت الفرن على حراره 180، هي الكيكه تقريبا بالحجم اللي رح تشوفوه هلا رح تاخذ تقريبا بين 35 لل 40 دقيقه، بحط الكيكه بالرف النصاني، فدائما هي القصه شغلوا الفرن من قبل ما تبلشوا بخلط الكيك. هلا انا في شغله عملتها تحضير مسبق، عندي كوب من العجوه، العجوه اللي هي التمر المطحون اللي بيجي جاهز مطحون، خلطتهم مع 3/4 كوب من الحليب السخن اكيد لحتى ينخلطوا معي واخذ هذا القوام. هلا احيانا العجوه بتجي، يعني شايفين هي السماكه، العجوه احيانا بتجي ناشفه شوي، ممكن تحتاج كميه سائل اكثر لحد كوب، كوب وربع من الحليب، احيانا بتكون كثير طريه بكفيها 3/4 كوب من الحليب، بس المهم انا باول خطوه المهم اوصل لهذا القوام. هلا رح نزل الخليط، طبعا فيكم كل المكونات العجوه مع الحليب مع البيض الزيت الفانيلا هدول القصص مع السكر فيكم تحطوهم بالخلاط وتخلطوهم اكيد، بس اللي ما عنده خلاط اكيد فيني اعملهم بايدي. هلا هي الخطوه بتاخذ شويه وقت لبين ما ينخلطوا الحليب والعجوه مع بعض. اذا ما عندي عجوه عندي حبه تمر كامله كمان بنقعها بالحليب يكون سخن، بنقعها شوي وبعدين بحاول اهرسها بايدي، حتى اذا ضل فيها شقف صغيره من التمر اكيد بتطلع طيبه، بس المهم كبدايه يكون القوام عندي تقريبا بهي اللزوجه. هلا بعد ما احط الطحين ممكن كمان اعدل السوائل، بس خليني هون ضيف حبتين من البيض عليهم، مع البيض اكيد رح ضيف معلقه صغيره من الفانيلا او ظرف من الفانيلا، بخلطهم وبعدين رح احط نص كوب من الزيت النباتي، ممكن استبدلها بالزبده يعني كمان بتطلع كثير طيبه بس بتطلع ادسم شوي، ادسم يعني بالقوام حتى بتكون اسمك، يعني الزيت دائما بيعطي هشاشه للكيكه، الزبده لا بخليها هيك تكون سميكه اكثر. نص كوب من الزيت واكيد رح اضيف معاهم السكر، ومثل ما قلت ربع كوب من السكر باعتبار انه عندي العجوه اكيد حلوه. هذا الخليط ممكن كلهم كل المكونات حطهم بالخلاط وخلطهم. هلا بالنسبه للمكونات الجافه عندي كوب وربع من الطحين رح اضيف عليها ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الهيل، وعندي اكيد معلقه كبيره او ظرف من البيكنج باودر، وعندي معلقه كبيره من القرفه، القرفه والهيل مع التمر بيعطوني طعمه كثير طيبه. هلا رح بلش ضيف المكونات الجافه، انا جهزت القالب، ممكن تخبزوها باي قالب مثل ما بقول لكم بالعاده، حتى لو ما بدكم تطلعوها بالقالب رح تقدموها بنفس القالب، اكيد فينا بعد ما تبرد الكيكه رح نجهز صوص الكراميل بالجوز وممكن تحطوه عليها، بس انا لحتى يبين معكم الشكل اكيد دهنت القالب بالزبده وشوية طحين وحطيت ورقة زبدة لحتى يسهل علي تطليعها من القالب. هلأ بعد ما خلطهم إذا حسيتوا الخليط كتير سميك ممكن تضيفوا شوية حليب إضافي أو مي، هلأ ببين معنا على كلين، وأنا إذا ضفت شي من السوائل زيادة أكيد رح خبركم عنها بالفقرة الثانية. رح جهز الخليط وحطه بالفرن أكيد لحتى نجهز مع بعض بفقرتنا الثانية صوص الكراميل بالجوز. يسلم ايدك يا شيف، يعطيك الف عافيه. بدي اسالك قبل نظيره سمعانه فيها؟ اكيد اكيد كتاب قبل نظيره مع وصفاتها اكيد، يعني كنتي ممكن تشوفي من زمان او هلا زمان ايه يعني كنا كان هذا هي الوسيله الوحيده الكتب، كانت الكتب حتى الطبخيه نشتري. تمام ايه بس هلا لا يعني تغير الوضع، هلا في ناس لسه بيحبوا الكتب يعني بيرجعوا للوصفات، في ناس اكيد هلا صارت الوصفات على النت. بدنا انت شو بتحبي؟ انا الكتاب نفسه اكيد ما يعني ما استعملته، بس اكيد سمعانه فيه وسمعانه عن الوصفات. بس نحن يعني يمكن جيلي وجيل ماما كان عندنا دائما دفاتر نحن نعمل،
يعني قبل نظيرة كان عنا هيك يعني شغل إيدنا بالبيت. تماما، ممكن كنا نسجل منها. نسجل وصفات. شكرا كثير لك يا شيخ. شكرا كثير لك. أكيد كلنا سمعانين عن أبلة نظيرة سواء بالأفلام أو حتى من أهالينا، يلي تعتبر هي أول موسوعة طبخ بالتاريخ، وهي مشهورة كتير بمصر بأنها تعاملت مع الطبخ مثل ما بيتعامل الفنان مع لوحته وحتى ألوانه. خلونا نتعرف سوا على قصتها أكثر بهالتقرير. خلونا نرجع بالزمان لعام 1941، يعني للعام يلي نشرت فيه أبلة نظيرة لأول مرة كتابها أصول الطهي النظري والعملي، أو مثل ما هو معروف ومنتشر حول العالم باسم كتاب أبلة نظيرة، يلي عمل نقلة كبيرة بعالم الطبخ. بس يا ترى كنتوا بتعرفوا قصة أبلة نظيرة وكيف وصلت لهالكتاب؟ نظيرة أولى، أو مثل ما لا معروفة باسم أبلة نظيرة، هي أول امرأة عربية بتألف وبتنشر كتاب عن الطبخ، وهالكتاب ما كان مثل غيره وما كان عادي، فقدرت نظيرة من خلاله تضيف بصمة لا تمحى بتعليم الطبخ للفتيات وبالأخص المصريات، والأهم إنها علمت الطبخ على أنه فن مو بس مهارة وصف مكونات فوق بعض. عملتيها ازاي؟ زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة. ده كتاب نظيرة؟ هو ده. أصول الطهي، وهو كتاب مكون من أكثر من 800 صفحة. هذا الكتاب ما بيقتصر على الوصفات بس، كمان تناول جوانب متعددة تتعلق بإدارة المطبخ وتنظيمه وتخزين الطعام والموازين، بالإضافة لنصائح عن تقديم الطعام بشكل جمالي وصحي. وتحول كتاب أبلة نظيرة بسرعة لأكثر كتاب مبيعاً بمصر، لدرجة تم طباعة 12 مليون نسخة من هالكتاب، وكان يتم تحديث الكتاب بشكل مستمر ليتماشى مع التطورات. واحدة من هالتطورات هو تحويل أبلة نظيرة وحدة القياس من الرطل للغرامات، وأضافت عليه نظيرة وصفات ومكونات جديدة بمرور الوقت. وبعد شهرة هالكتاب صار لنظيرة فقرة ثابتة بالراديو بتقدم فيها وصفات وطبخات كان ينتظرها المستمعين كل يوم بنفس الوقت ليتعلموا وصفة جديدة، وهالشي سمح لنظيرة تدخل لكل بيت مصري إن كان من خلال كتابة أو من خلال صوتها. استمر الكتاب بكونه مرجع لكل يلي بيهتموا بتعليم الطهي، وهو إرث رح يضل حي، لأن نظيرة أولى ما كانت مؤلفة بس، بل مدرسة حقيقية بعالم الطبخ وملهمة للأجيال. كثير أشخاص رغم كل الخبرات يلي بيمتلكوها وحتى الشهادات يلي بيحملوها، دائما في عندهم مشكلة بالتقديم لعمل جديد. بمعنى أوضح، بيتعبوا كثير لحتى يلاقوا فرصة عمل، وهذا الشيء غالبا بيكون بسبب أخطاء عم يقعوا فيها، خاصة بطريقة التعريف عن نفسهم. تماما، هي النقطة كثير مهمة يا أمري. لهذا السبب اليوم خصصنا فقرتنا الثانية لحتى نحكي فيها بكيفية إنشاء بريد إلكتروني احترافي، وحتى التخاطب مع الموارد البشرية بطريقة ذكية تخلينا نضمن الحصول على العمل بالطريقة اللي نحن بتناسبنا. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو، عهد إسبر، استشاري وخبير مبيعات. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية، البريد الإلكتروني هو مو كيف من كان بينبعث، مو بأي طريقة ممكن إحنا نرسل هذا البريد. أكيد في قواعد وضوابط وأسلوب صحيح نتبعه لحتى نوصل من خلاله فكرتنا أو رسالتنا إلى الشخص المستقبل. فاليوم شو ممكن تخبرنا نصائح عن هذا الموضوع؟ هلأ، البريد الإلكتروني هي شغلة كتير مهمة، وفي خطوات نحن لازم نتبعها تحت نبعث أي إيميل أو بريد إلكتروني. الخطوات هي حسب نحن الشيء اللي بدنا يكون محتوى هذا البريد الإلكتروني اللي بدنا نبعته. بالبريد الإلكتروني إذا كلياتنا بنعرف فيه، أول شيء فيه بتلاقي فيه ثلاث حقول. الحقل الأول اللي هو بينكتب فيه العنوان البريد الإلكتروني للشخص اللي بدك تبعتي له. الحقل الثاني اللي هو دائما بتلاقي فيه بالإنجليزي مكتوب CC. هلا هي CC بالإنجليزي يعني كاربون كوبي، وبالعربي يعني هي النسخة الكربونية. هي الحقل بتفيكي أنت البريد الأساسي اللي بعتيه لشخص معين، فيك تبعتيه لعدة أشخاص، لواحد واثنين ثلاثة بالحقل الثاني اللي هو CC. في عندك بالحقل الثالث شيء اسمه BCC، يعني هاي بالإنجليزي بتنقال blind
كاربون كوبي، يعني النسخة الكربونية العمياء. هذا الحقل الثالث الشخص اللي أنت عم تبعتي له بالحقل الثالث ما حدا بيعرف مين هو، ممكن هذا يكون أنت بدك إياه يعرف شو أنت بعدي بالبريد الإلكتروني، باقي الأشخاص هدوليك ما بيعرفوا. الخطوة الثانية لما نحن بدنا نبعث البريد الإلكتروني، لأنه البريد الإلكتروني بيعبر عن مستوى احترافية الشخص، عن مستوى الموقع اللي هو الشخص اللي عم يبعث فيه، سواء كان مدير قسم، مدير إداري، أو حتى موظف عادي عم يبعث يخاطب مثلا موظف بنفس الديبارتمنت القسم اللي عم يشتغل فيه بشركة تانية، أو حتى عم يبعث سي في لهيومن يعني لإدارة موارد بشرية بأي شركة تانية. هون أول شيء عندنا خطوة الأساسية هي طريقة إلقاء التحية. هون في عندنا ثلاث أو أربع شغلات لازم نحن نتبعها. ثلاث تفاصيل أو أمور. نعم تفاصيل أو فرق، اللي هي إذا كان الشخص اللي نحن عم نبعث له هيدا السي في أو البريد الإلكتروني نحن بنعرفه معرفة نتيجة التعامل بيننا وبينه لفترة طويلة. نحن رح أحكي بالإنجليزي وترجم بالعربي لأنه هو بينبعث بالإنجليزي وبالعربي الإيميل. لازم تكتبي دير وبتحطي يعني عزيزي وبتحطي الاسم اسم الشخص. إذا كنتي أنت هذا الشخص صار في تعامل بينك وبينه لفترة طويلة باي ميلز بالإيميلات. إذا كان الشخص بدنا نبعث له نحن بنعرفه معرفة سطحية وبس إنه عم نتعامل معه بس بالبزنس، هون نحن لازم نكون في عنا من المودة والاحترام وتقدير الشخص اللي نحن عم نبعث له الإيميل. لازم نكتب دير مستر أو مسز، يعني عزيزي أو عزيزة الأستاذ أو الأنسة، لأنه معرفتنا فيه نحن سطحية. صح. أما لما بيكون في مثلا أنت شخص عم تبعتي له علاقتك فيه ودي من قبل، ممكن أنت تلتقي فيه برات البزنس وبرات العمل، هون بتكتبي مرحبا أو السلام عليكم، وبتكتبي اسمه عهد، أميلي أو نور أو أي حدا. أوكي تمام. إذا كان الشخص أنت ما بتعرفيه أبدا بنوب أول مرة بدك تواصلي معه مشان أنت تديله الاحترام لألو، هون بتكتبي دير وبتحطي الموقع الوظيفة تبعيته. إذا كان مثلا مدير مبيعات تكتبي دير سيلز مانجر، إذا كان مثلا مدير مشتريات دير بيرشيسينج مانجر. أوكي مدير مشتريات. هون في شغلة أخيرة بالبداية الإيميل في عالم كتير ما بنتبه لها، نحن عم نخاطب شخص ما نعرف اسمه وحتى وخصوصا بإرسال السيفيات. أوكي بإرسال السيفي هون لما أنت ما بتعرفي اسم الشخص المدير الموارد البشرية بالشركة اللي أنت بدك تبعتي له السيفي تبعيته، شو لازم نحن نكتب براس الميل؟ يعني بالأول شيء لازم نكتب، رح أقول أول شيء بالإنجليزي وبعدين بالعربي، to whom it may concern، يعني إلى من يهمه الأمر. وبعدين أنت بتبلشي الإيميل تبعيتك. الخطوة الثانية بالإيميل كتير مهمة، اللي هي أنت لازم توضحي هدفك من الإيميل اللي عم تبعتيه. مشان مو بشكل اعتباطي أنت تبعتي الإيميل، أنا عم أبعت مثلا لشركة بدي أشتري من عندها إكيوبمنت، يعني يعني آلة أو أي شيء، بدي أحدد أنه أنا أكتب أنا بدي أشتري من عندكم هاي المكنة، أو مثلا بدي أشتري من عندكم أي شيء. الهدف لازم يكون واضح من إرسال البريد الإلكتروني. السي في إذا بدنا نبعث السي في تبعيتنا للشركة أو لهيومن ريسورس ديبارتمنت أو أي شيء، نحن لازم نوضح بإيميل تبعيتنا. وهون في وقع في خطأ بيوقعوا فيه كتير شباب وصبايا لما يبعثوا السي في بالإيميل، هني أكيد بيبعثوا attachment يعني فايل ملصق مظبوط. لازم نحن نوضح ونكتب بالإيميل إنه نحن هذا الإيميل فيه فايل ملصق مشان ينتبه له الشخص اللي عم يفتح الإيميل، لأنه نتيجة الضغوط بالشركات كتير في عالم ما بتنتبه إنه في فايل ملصق ضمن الإيميل ما بتفتحه. لازم نحن نوضح بهي الطريقة. على طريقة كتابة الإيميل بطريقة كتير مريحة وبتناسب الكل هي بتنكتب بهالطريقة التالية هي. إنه لازم نحن نكون مرتاحين بكتابة الإيميل ولازم نكون إحنا واضحين مثل ما حكينا. الخطوة الثالثة اللي هي لازم يكون موجز ومختصر الإيميل، يعني هو فورمال بيحترم الشخص قدامه بس عم يوصل فكرته بطريقة كتير واضحة وبسيطة وسامبل بالنهاية. طبعا. مشان الشخص اللي أنت عم تبعتي له إيميل ما يمل من الإيميل اللي أنت بعتي. لهيك لازم يكون هو كتير مختصر، موجز ومختصر بالهدف اللي أنت عم تكتبي الإيميل للشخص اللي أنت عم تبعتي له هذا البريد الإلكتروني. النقطة الرابعة اللي هي الوضوح.
الوضوح انه انت تكوني واضحه بالشيء اللي انت عم ترسليه بالنهايه. يعني خير الكلام وقله، ما في داعي لحتى نكتب جرائد ابدا، لانه مثل ما حكينا بالبدايه العالم الملل. العالم بهالظروف اللي نحن عم نمر فيها كثير، وضغوطات الحياه وضغوطات العمل، انت حضرتك وحضرتك اذا كان ايميل طويل كثير كثير سواء بالعربي بالانجليزي رح تقريه كله اذا ما كان بيهمك؟ اكيد لا، لهيك لازم يكون كثير مختصر وكلمات مفيده. اخر شيء بالايميل اللي هي الخاتمه، نحن كيف بدنا نختم الايميل؟ نختم الايميل بكلمات معروفه اللي هي بيست ريجاردز، اللي يعني اطيب التمنيات او تحياتي او اي من هالكلمات المعبره عن امتنانك للشخص اللي انت عم تبعتيه. كمان في هون شغلات لازم يعملوها الشباب والصبايا او المدراء او رؤساء الاقسام، اللي هي لازم تذكري اسمك موقعك شو هو، مثلا عهد اسبر استشاري وخبير مبيعات، وبنحط الموبايل نمبر او اذا كان في رقم تليفون ارضي بنحطه، تفاصيل الشخص اللي باعت الايميل. بالنتيجه هيك الخطوات اللي لازم نحن نتبعها بارسال الايميل، هون بتكون هي الخطوات هي الطريقه الاحترافيه والطريقه الصح ببعث بارسال الايميل، بس في نقاط لازم نركز عليها كثير كثير اثناء بعث الايميل. اول شيء نوعيه الخط اللي لازم تنبعت سواء انجليزي او عربي. ثاني شيء ما لازم نستخدم الايموجي بالايميل، لان انت عم تخاطبي جهه رسميه. تمام، بلكي بدي اشرح لمعاناتي بالايموجي او انا مبسوطه كثير. هلا هي لما بتكون انت علاقتك مثل ما حكينا مع الشخص اللي انت عم تبعتيه تكون عميقه شوي بقدر يا عيني عليك. تماما علاقتك فيه من علاقه رسميه، او انت عم تبعتي من شركه لشركه عم في عالم مو بايدها الايموجيز، بس هذا غلط. انا تعبير عن الحاله انه اليوم انا معصبه، انا رايقه، انا متوتره، انا مبسوطه، كل هدول التفاصيل. معك حق، هي لما بتكوني علاقتك فيه علاقه رسميه او علاقه بزنس. اما بالمخاطبات اللي بتصير بين الشركات او رؤساء الاقسام، الايموجيز ممنوعه، خط احمر تماما ممنوع تعمليها، لانه بالنهايه الايميل مثل ما حكينا بيعبر عن شخصيتك، بيعبر عن موقعك الوظيفي شو هو، وبيعبر عن احترافيتك، وبيبين للاشخاص قد ايه انت شخص واعي وشخص فهمان للايميل او البريد الالكتروني اللي تبعته للشركه او لاي شخص ثاني. تمام. طيب خلينا نحكي عن النقاط اليوم اللي بيوقعوا فيها كثير من الاشخاص. اليوم عندي خبرات وعندي كثير من الادوات اللي بملكها وشهادتي الاكاديميه هي كثير جيده جدا ومعدل ممتاز، ولكن في خطا بارسال السي في او بكتابته او حتى بارسال البريد الالكتروني. شو الاخطاء اللي بيوقع فيها كثير من الاشخاص اللي بيخسروا حالهم فرص عمل ذهبيه او وجودهم بمكان كثير مهم؟ اوكي، بما انه انا بشتغل بالمبيعات لازم يكون جايك هيك تفاصيل أكيد. او هيك شايف كثير سي فيات. أول شيء بكل سي في لازم يبعث صورة، صورة عن الشخص. أنا ياما في عالم بيبعثوا لي سي فيات على الواتساب أو بالبريد الإلكتروني بدون الصورة. طيب أنا لازم آخذ انطباع أولي عن الشخص اللي أنا عم شوفه، بشوف السي في تبعيته، لأنه في شركات مثلا بتعتمد على الشكل الخارجي للشخص اللي بده يشتغل معه اكثر ما يكون في شويه مضمون معلومات. اكيد اكثر، لانه مضمون المعلومات شوفي كيف، لما نحن بمجال المبيعات ممكن الاشكال اكيد الشكل كثير بيهمنا، لما يكون بده يكون مندوب او مروج او مسوق لاي منتج او اي خدمه بيهمنا الشكل، بيهمنا المضمون، بس الشكل كمان كثير بيهمني. المضمون انا بقدر دربه بالنهايه، اعمله تريننج تدريب بالمجال اللي هو داخل عليه بده يشتغل فيه وحسن له انا من قدراته وخبراته من خلال التدريب النظري ومن خلال التدريب العملي ومتابعته. بينما انا اذا ما شفت الشكل هون بيوقع بنقطه كثير كثير مهمه غلط، اللي هي لازم السي في ينبعت فيها الصوره. الشغله الثانيه انه في عالم تختصر كثير من السي في تبعيتها وما بتحط الخبرات اللي هي مشتغله فيها بشكل عليك. اساسي حتى لو كان الشخص هذا خطا من الاخطاء. طبعا انت لازم تحطي خبراتك اللي انت والشركات اللي مشتغله فيها، حتى لو كانت فتره قصيره مشتغله بالشركه مثلا شهرين ثلاث شهور او اربع شهور تعتبر خبره. طبعا تعتبر خبره بالنهايه، وبتعطيكي هي ستيب لقدام الشركه اللي انت عم تقدمي عليها. معلش انت حط الشركات اللي اشتغلت فيها، وهو انت شخص بالاتش ار يعني الموارد البشريه هو بيقدر بالنهايه انه انت هل بدك تستفاد من هي الخبره اللي انت باعتها ولا لا. وفي عالم كثير بتوقع باخطاء كثير بسيطه، اللي هي في احيانا في السي فيات توصلني بدون رقم تليفون. بتواصل معه على الايميل اللي حاطه، بقول له انت ليه ما انك حاطط رقم التليفون؟ بيقول لي استاذ ما انا حاطط الايميل تبعيتي.
طيب اوكي بتردوا علي على الايميل. اي بتردوا علي على الايميل. طيب بركي انا ما بتواصل معك بالايميل، بركي انا بدي خلي السكرتيره او انا اتواصل معك احكي معك بالتليفون دايركت، اسمع صوتك، اسمع نبره صوتك، لانه كمان نبره الصوت كثير مهمه، وطريقه الحديث، طريقه الحكي واللباقه طبعا اثناء الانترفيو. نحن شو بيهمنا اكثر شيء اكيد غير الاكسبيرينس الخبره الموجوده عند الشخص اللي هي البادي لانجويج تبعت الشخص، شخصيته، الفيرست امبريشن، الانطباع الاول بينه وبين الشخص، الاي كونتاكت، يعني طلعت نظره العين. تخيلي هلا انا عم احكي انا وياك بهي المقابله او الفقره الصباحيه وانا داير وشي على جنب ما عم طلع فيكي، هي بتعبر عن ضعف شخصيه طبعا. الشخص اللي قاعد مقابلك وعن عدم ثقته بالشيء اللي هو عم يحكي فيه. لهيك نحن بالانترفيو بهمنا كثير شخصيه المتقدم سواء كان صبيه ولا شاب والبادي لانجويج تبعيته. كثير مهم اللي عم تحكي لنا اياه عن جد، وكثير بهم كثير اشخاص مقبلين على اعمال جديده بحياتهم طبعا، وعن جد لازم ينتبهوا دائما لطريقه التخاطب، لكيف يكتبوا، كيف يكونوا على درايه تامه، يبينوا مؤهلاتهم الصحيحه صحيح. دائما باي مكان كان. صحيح. شكرا كثير لك، شكرا كثير لوقتك، يسعد صباحك. الله يعطيكم العافيه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. شكرا. اليوم عم نعمل كيكه التمر، جهزناها بالفقرة الأولى وصارت بالفرن، رح تاخذ على حرارة 180 بالرف النصاني، بشغل بس من تحت تقريبا 35 ل 40 دقيقة. هلا عم حضر صوص الكراميل، بلشت بالسكر لأنه بياخذ وقت، يعني تقريبا صار لي تقريبا 10 دقائق أنا عم دوب السكر. أول شيء عندي كوب من السكر بمقلاية بوزع السكر، هلا إذا كانت كمية السكر عندي كبيرة أو مقلاية صغيرة ممكن أحرقها أو يعني دوبها على دفعات، باعتبار إنه هون المقلاية بتناسب كوب من السكر، وزعتهم وتركتهم بدون تحريك على حرارة وسط لبين ما شفت سبوتس أو بقع بلشت تدوب عندي، بعدين شوي شوي بلش بحركها لحتى يعني حبات السكر اللي لسه ما دابت تاخذ الحرارة من المقلاية ومن البقع اللي بلشت تدوب أكيد ترتفع حرارتها، لأنه فبتساعد إنه تدوب لي باقي السكر بطريقة يعني يدوبوا كلهم مع بعض بدون ما تكتل. أكيد الحرارة الهادية كتير بتنزعلي القوام بس بيتعدل، برجع بحطه على حرارة وسط وبستنى السكر ليدوب، الحرارة العالية بتحرق لي السكر وبهيك حالة صار للكب السكر إذا انحرق أكيد. دائما لما بدي أضيف للكراميل كان زبدة أو قشطة أو كريمة بوصل السكر لدرجة لون أغمق من اللون الأشقر بشوي، لأنه أنا ما ضفت باقي المكونات رح اللون عندي رح يفتح شوي. عندي 100 جرام من الزبدة تقريبا نص قالب، يعني قطعتهم لمكعبات صغيرة أكيد لحتى يدوبوا بطريقة صح أكثر، بحطهم. هلأ بهي المرحلة إذا كنتوا، أنا طبعا هديت النار تحت الكراميل شوي، بس إذا كان حرارة السكر كتير عالية بتكون تنتبهوا لأنه كتير بيطرطش وممكن تأذوا حالكم من حرارة السكر مع الزبدة. بهي المرحلة حتى لو شفتوا أنه صار في عندي تكتلات، السكر ممكن يلزق بقلب المقلاية أو الطنجرة اللي عم اشتغل فيها، ما تاكلوا هم، طالما أنا وصلت بالسكر للسماكة أو يعني الدوبان المناسب واللون المناسب كله حتى لو تكتل عندي بيرجع بيتصلح على حرارة وسط لهادية. هلأ هون نوعا ما الزبدة انخلطت مع السكر، رح أضيف باقي المكونات وهدي الحرارة شوي. عندي نص كوب من القشطة رح ضيفها، وعندي نص كوب من الكريمة السائلة، كريمة الطبخ مثل ما بقول دائما، إذا ما فيها ملح، إذا ما أنا مالحة أكيد فيني استعملها بكل وصفات الحلويات، بس إذا كان طعمتها مالحة شوي أكيد وقتها رح تنزعلي الطعمة. عندي كمان نص كوب من الكريمة، عم استعمل كريمة الطبخ اللي ما فيها ملح، وهون بعد ما يدوبوا اتأكد انهم دابوا عندي نص كوب من الجوز رح ضيفه آخر شيء، ومعلقة كبيرة من القرفة بس هون على حرارة وسط لهادية شوي. شايفين كيف كتلت معي؟ بس ما بيأثر، هلأ كل بعد ما يسخن كل المزيج رح يرجع يندمج مع بعض، بس المهم يكون بالي طويل عليها وما أكل هم أنه انتزعت، يعني الكراميل بينتزع بطريق بحالة وحدة وصار للكب لما بينحرق عندي السكر، ويعني خلص بينحرق بيطلع طعمه كتير مر، حتى لونه وقوامه بيطلع مر، بس ما تبقى حتى لو كتل عندي. هلأ بدي ضل أوي النار شوي، أعطيها حرارة، خلط وارجع هدي النار وخلط لبين ما أحصل على القوام اللي بدي إياه. ما تاكلوا هم، بهيك حالة ما رح تنتزع أكيد،
بس بدها شوية طولة بال. بعد ما ينخلط عندي القوام وأوصل على القوام الكراميل اللي منعرفه، راح أضيف الجوز والقرفة وخلطهم مع بعض وبيصيروا جاهزين لحتى زين فيهم كيكتي لليوم. رح نرجع أنا وأنتوا لعند الصبايا نتابع باقي الفقرات، وبنهاية الحلقة رح تشوفوا كيف رح تطلع الكيكة مع صوص الكراميل اللي حضرناهم مع بعض. يسلم إيديك يا شيف، يعطيك ألف عافية والريحة لحالها يعني عم تحكي. شكراً كثير لك. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية يلي رح نحكي فيها اليوم عن مرض شائع جداً وبيصيب الكبار والصغار، الروماتيزم، يلي هو حالة صحية بتتجاوز مجرد الألم بالمفاصل. فهذا المرض ممكن يكون رحلة معقدة من التحديات والمفاجآت يلي بتتسلل لحياة المصاب والمريض لحتى تغير من نمط حياته. الله يبعد عن الجميع كل الأمراض. بما أنه اليوم 24 أكتوبر وهو اليوم العالمي لهالمرض، والأشخاص المصابين بهي الحالة ما بيعرفوا يتعاملوا معه بهي الطريقة الصحيحة إلى اليوم، لهيك صار معنا بالاستوديو الدكتور دوريد الديري الأخصائي بأمراض العظام وجراحتها لنتعرف عن كل شيء ممكن يحكي عن الروماتيزم. يسعد صباحك. أهلين صباحك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. خلينا بالبداية نأخذ من حضرتك التهاب المفاصل أو ما يقال بالشق الطبي الروماتيزم، شو تعريفه؟ التهاب المفاصل الروماتيزمي هو الحقيقة مرض مزمن، هو مرض جهازي بمعنى أنه بصيب الجسم كله، وهو مرض مناعي ذاتي بمعنى أنه بصير في اضطراب بمناعة الجسم تؤدي لتخلي المناعة تهاجم خلايا الجسم نفسه، ومع تركيز خاص على مفاصل الجسم مما يؤدي إلى تخربها بشكل مترقي إن لم يعالج. شو هي أبرز الأعراض اللي ممكن يتعرض لها المفصل اللي احنا بين معنا فيما بعد أنه هذا روماتيزم؟ تمام. هلا الحقيقه في له اعراض جهازيه واعراض موضعه خاصه بالمفاصل نفسها. جهازيا اشياء شيء انه المريض يحس بتعب وهن عام، تعب جديد على المريض ما انه مألوف معه، وممكن يصير معه اضطراب بالنوم، ممكن يصير عنده الام عضليه مفصليه، ممكن يكون عنده وزمه الم يبوسه مفصليه، عاده بتكون صباحيه وبتتجاوز فترات طويله، يعني شيء ما انه مألوف مثل ما قلنا معه المريض. تماما. طيب دكتور، حضرتك ذكرت انه جهاز المناعة هو يقوم بمحاربة أعضاء الجسم، صح، يلي بيؤدي وممكن ينزل للمفاصل والروماتيزم. طيب شو الأسباب اللي ممكن توصل جهاز المناعة لأنه يتخلخل، يصير في عنده مشكلة ما فعلا يصير يحارب خلايا وأعضاء الجسم؟ الحقيقة هي الآلية طبيا لحد الآن ما أنا مدروسة بشكل واضح، ايه، ولكن في بعض الفرضيات اللي بتقول ممكن يكون في حاله انتانيه بالجسم بتخلي الجسم يقرا بعض الخلايا ضمن المفاصل على انها اجسام غريبه، وهي الاجسام الغريبه بصير يحاربها بناء على هذا وبيؤدي الى تخرب مثل ما انه مترقي بالمفصل. يعني الانتانات الحاصله اللي هي بسبب مرض او فيروس ما تم علاجه بطريقه صحيحه؟ مثلا ببعض الحالات، ولكن هذه الفرضيه ما اثبتت لانه مو كل روماتيزم كان عنده انتان سابق. كيف بنشخص معناها الروماتيزم اذا؟ الحقيقه الروماتيزم له معايير تشخيصيه، له سكور يعني نحن بنسميه، هل عن طريق تحاليل الدم او ما فينا نكتفي بتحاليل الدم للاسف، لانه مو كل مريض روماتيزم عنده التحاليل بتكون إيجابية، وبنفس الوقت إذا كانت تحاليل سلبية ما فينا ننفي إنه الروماتيزم موجود، بنعتمد على إنه في وجود للأعراض لمدة 6 أسابيع أو أكثر، وإضافة إلى ذلك مثل ما قلنا اليبوسة الصباحية طويلة الأمد، وبعض الفحوصات الدموية اللي هي معيار من معايير التشخيص ولكن ليست جميع معايير التشخيص، اللي مثل ما إذا بتسمعوا عنها العامل الروماتيزمي أو العامل الرثواني، وبعض أضداد الأنتي سي سي بي كمان، هاي التحاليل الدموية اللي ممكن تساعدنا لنوصل للتشخيص. تماما، لحتى نكشف حالة التهاب المفاصل أو الروماتيزم. طيب دكتور، خلينا نحكي في أنواع، يعني اليوم وقت بيشخص الطبيب في مراحل، في مراحل ممكن تكون بسيطة يكون علاجها شوي سهل، ممكن يكون مزمن، ممكن يكون حاد، ممكن يوصل لمرحلة لا خلص تطور جدا، خبرنا أكثر. هلا الروماتيزم له أنواع يعني متنوعة جدا الحقيقة، في منها شيء بتظهر بتظاهرات فموية، في منها بتظهر تظاهرات مفصلية ممكن رئويا. هذا الموضوع صراحة هو يعني بيرجع لاختصاص أطباء الرثوية، ولكن إذا بدنا نحكي عنه بالتفصيل شوي، فأنواع يعني المراحل اللي الباكرة بيكون المريض بيتظاهر فقط بتعب ووهن عام، وهذا التعب بيكون تدريجي، يعني المريض ما بينام بفيق بلاقي حاله تعبان تعب شديد، على مدى أسابيع بلش يتطور عنده التعب، بحس حاله الصبح ما مخشب ما عم يحسن يقوم من سرير، وبيبلش يترقى الامر لحتى يلاقي عنده اعتلال مفاصل عديد، يعني تقريبا 5 مفاصل او اكثر، خصوصا مفاصل اليد والمفاصل الصغيره او مفاصل الركب بيكون بشكل متناظر، بيلاقي فيها تورم، احمرار، يبوسه، الم،
شيء مثل ما قلنا جديد على المريض ما هو مألوف معه وبلش خلال على فترة أسابيع. أوكي. هو للأسف هي الحالة منتشرة، خلينا نقول إحنا عنا منتشرة في الوطن العربي وبسوريا بكثرة أيضا، وما بنعرف إمتى نحدد إذا كان هذا الألم هو التهاب في المفصل وإنما هو روماتيزم، إمتى نحن منفرق ما بيناتهم ونسبة الانتشار قد صارت عالية كمان. هلا هو منتشر للامانه، ولكن يمكن بالدول الاوروبيه او الدول البارده منتشر بشكل اكبر بكثير من عندنا، لكن موجود. والحقيقه نحن بنميزه عن طريق الفحص السريري بالدرجه الاولى وشكوى المريض، وممكن نحتاج فحوصات متممه لانه التهاب المفاصل الروماتيزمي بيتميز بانه ببلش الصبح كثير سيء، والمساء متى ما المريض تحرك مشي مارس نشاطه اليومي بيكون اخف، بينما على العكس شيخوخة المفاصل أو التهاب مفصل تنكسي بتميز بالعكس تماماً، المريض بفيق الصبح مرتاح متى ما مارس جهد على بيزداد الوضع سوءاً. تماماً. وبعض النقاط التفصيلية الطبية الأخرى بس يمكن يطول فيها الحديث. تماماً. طيب دكتور خلينا ننتقل لآلية العلاج. اليوم آلية العلاج حسب نوع كل روماتيزم أو ممكن حسب الحالة، ممكن نبلشين هيك مبكراً ممكن مشتد المرض، خبرنا أكثر. آلية العلاج طبعا تعتمد على المرحلة اللي بتشخص فيها المرض. إذا تشخص باكرا في عندنا نمط من الأدوية اسمه الأدوية المعدلة لسير المرض اللي بتخليه هاجع، للأسف مو شافي ولكن هاجع، وهي الأدوية توصف الحقيقة من قبل طبيب أمراض الروماتيزم لأن أدوية ثقيلة على الجسم إلى مشاكلها يعني. ولكن نحن كجراحين عظام مثلا ممكن نعالج التظاهرات المفصلية لهذا المرض، خصوصا إن ما كان معالج بشكل باكر، إن تأخر تشخيص المريض لسنوات نلاحظ في تخرب تنكس بالمفاصل، هذه بتطلب منا علاجات من قبل جراح العظام. كثير بنسمع إنه البرد ممكن يزيد ألم المفاصل، ممكن يحرك الأوجاع الموجودة إن كانت التهابات مفصلية وإن كانت روماتيزم أيضا. اليوم نحن المضاعفات اللي ممكن نتعرض لها شو هي وشو المؤثرات الخارجية اللي ممكن عن جد تزيد الألم ونتفاداها بنفس الوقت؟ الحقيقة البرد فعلاً بزيد الألم لأنه بسبب تشنج بالعضلات، بيعمل يبوسة مفصلية، هذا الشيء بيؤدي لزيادة الألم عند المريض، رغم أنه في بعض الحالات الخاصة نحن ممكن نعالج ببرودة موضعية، لكن هاي بتكون إلى بعض الحالات للردود أو بعض الحالات الالتهابية، لكن إجمالاً دائماً ننصح المريض بتدفئة جسمه، تجنب المناخ البارد، ويعني دائماً يحافظ على بنسميه تمارين الإحماء أو الاستطالة إذا كان في عنده أي مشاكل بأداء أي جهد بدني، إذا يعني إذا المريض عنده مشوار طويل يمشي ياخده شوي على رياحته أو يمشي شوي شوي لحتى يتجنب ما يحط جهد مفاجئ على مفاصله. تماماً. طيب دكتور، ممكن كثير من الأشخاص اللي هنا مصابين بالروماتيزم وعم يعانوا وعم ياخذوا كثير من الأدوية، هل في علاج شافي وتام؟ للأسف لا، ما في. ولا هو بده يتعايش مع الحالة المرضية ليخفف من الأعراض بدوائياً إن كان مضطر للشيء الجراحي؟ الحقيقة إذا نحن قلنا إذا بتشخص باكراً بياخذ الأدوية المناسبة وبناءً عليه يعتبر صحيح مريض روماتيزم لكن بدون اعراض، هاجع ممكن يعطي هجمه او هجمتين بالسنه، وطبعا هاي الهجمات كمان لها تدبير دوائي خاص بها، يعني ممكن المريض يكون بس مضطر انه يتعامل مع بعض الادويه بدون اي اعراض مهمه يعني، ولكن بده ياخذ في حالات متطوره طبعا بده ياخذ بالحسبان مثلا اذا كانت انثى وفتره الحمل، اذا خضع لعمل جراحي اخر ممكن هاي الادويه تاثر على هذا العمل الجراحي، ممكن هاي الادويه تخلي له مناعته ضعيفه شوي لانه مثل ما انه هو مرض مناعي ذاتي، فبده يكون عنده حذر وبعض يعني التحذيرات بخصوص التعرض لاشخاص مصابين بامراض اخرى والى اخره مشان يصير عنده اي عدوى لانه بيكون معرض للعدوى بشكل اسرع. صح، يعني اذا للاسف ما في طريقه علاج وانما في طرق وقايه على الامل انهم يتبعوها ويلتزموا فيها. صحيح. كل الاشخاص اللي بيعانوا من هالمرض. شكرا كثير لك، شكرا كثير لمعلوماتك المهمه ويسعد صباحك. اهلين صباحك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. رقصة الدراويش جزء من ذاكرة كل سوري عن الشام، ولو كنا بأبعد الدول وشفنا حدا أكيد عم بيأديها رح نكون كتير مبسوطين فيها وممنونين للشعور يلي عم يعطينا إياه. هذا الشيء اللي حاول فيه الفنان يلي نحن منفتخر فيه بديع الجحجاحي إنه يوصله إلنا من خلال معرضه الجديد. يعني كانت رقصة الدراويش ساكنة بكل زاوية من مكان العرض وبكل تفصيل من تفاصيل لوحاته وكل القصص اللي كانت موجودة. زميلتنا سالي خداج زارت المعرض ورجعت لنا بهالتقرير. بس قلتي ألف نون، يعني أنت بتكية الحبق،
شو المعنى؟ المعنى انه الناس بتيجي بتاخذ جرعات من الطاقه اللي لها علاقه بكلمه حبق، اللي هي اول حرفين فيها حب والحرف الاول والاخير حق، وعكس الكلمه قبح. فاليوم نحن امام هذا القبح الهائل المحيط فينا واللي عم بيصير بمحيطنا وباشيائنا، ما عم نقدر نحن اليوم الا انه نعبر فيه عن شعور نشتهيه في هذا الوطن وفي كل الجغرافيا المحيطة فيه وحتى خارج حدوده. يعني عم نحكي عن السلام، خلينا نسميه. فأنت اليوم وراي شايفة أنه عم نقول أنه الدرويش اللي تحول إلى شجرة كلها ربيع، فبس نحن اليوم بدنا ندور على ربيع، نحن اليوم ما أنه موجود. هذا المكان أنا بقدم فيه مجموعة من الأعمال الفنية تمتد من عام 1994 وحتى 2024. المقام الأولي فيها هو للدرويش، فنحن وقت بنقول درويش من حبق بمعنى أنه الإنسان درويش على عتبات الله، دربه إلى الله هي من حب وحق. فدائما السلام اللي بدك تعيشه مع جواتك وتقدر تنقله للآخرين وهذا المجتمع بحاجة أنك تبدأه بذاتك، ثم ينتقل وفق منظومات بنسميها منظومات العلاقة بالجمال، بالشعر، بالحكمة، بالفلسفة. وهذا اللي حبينا نحن نوصله بهذا الزمن الصعب. يعني عملياً أنا مقدم ختم سميته درب الحبق، بيحكي عن ميزان وعي للإنسان السوري الجديد، إنه كيف هو جذوره تمتد إلى كل ثقافات العالم، وكيف إنه تاريخه أثر في وعي كل هذا العالم. فهو إنسان كوني بالمحصلة، فهذه الكونية المفروض أنه إحنا هي اللي نبحث عنها في ملفاتنا القادمة. هذا السلوك اللي الروحاني خليني أسميه، والوصول إلى إنسان كوني في تحولاته وكيف يقدر يتعامل مع الناس بعيداً عن أي حاجز. أتدفق كنبع دائماً. اليوم نحن بحضور درويشة أنثى، وأنا دائماً بعمد على الأنوثة الواعية وقت اللي بتكون مكتملة نقدر نوصل لجيل واعي عظيم ومهم. فالدرويشة لا يعني أنه الشخص الذي لا يعي أو يفهم، إنما الدرويش هو الممتلئ بالوعي والطاقة ويعرف طريقه إلى الله لا تأتي عبر الخوف، إنما تأتي عبر الممنونية والحب والسلام. لون التركواز كان هو درب لإلي حلو، بحبه كتير. هذا الأزرق الصافي بيحكي عن اتساع السماء، وبيحكي عن عمق البحر، وبيحكي عن هذا اللا حدود، بيحكي عن الحرية. اليوم أنا هيك مأخوذ شوي بهذا اللون الفوشي، شوي اللون البربل، يعني اللون هيك الأحمر القاني اللي على زهر، ما بعرف ليش. إنما نحن بحاجة لهذه الرقة، يمكن لهذا اللطف، لأنه هو لون طاقي، يعتبر هو أعلى الأنواع الطاقية، بيقدر يوصلك مع الكون. عندنا معرض قادم الشهر القادم للأستاذ علي مقوص اسمه ذاكرة الجبال. أبراجنا وحظوظنا وشو مخبين الفلك وشو حركة الكواكب لنهاية أسبوعنا، نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخيرات يا نور. صباح الخير يا أملي. صباح الخير للجميع، تضلوا دائما بخير، أيامكم سعيدة، مرتاحين مبسوطين. اليوم 24 أكتوبر تشرين الأول، الشهر العاشر. أكيد تمنياتي لكم بالسعادة وبالهنا وبالخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد يتمشى ويتقدم إلى جانب الشمس، 2 في برج العقرب. أنا برأيي هالعشر أيام اللي جايين رح يكون في شيء مميز لبرج السرطان أو لبرج العقرب أو لبرج الحوت. وارد إنه يكون في قرار مهم بحياتكم، سواء كان قرار بارتباط، ببيع، بشراء، بسفر، يعني بقصص العلاقة بتغيير جذري بحياتكم، خاصة العشر أيام القادمين، لأنه حلوين رح يكونوا بالنسبة لكم. طبعاً يتبعون كمان مواليد برج الحمل والجوزاء إذا بدكم. ما زال المريخ يتقدم في برج السرطان. المريخ هو كوكب الطاقة والحماس، الكوكب اللي ممكن يعطينا كتير طاقة وحماس وفي أبكير وإنجاز وأكشن، لكن لما بيكون بموقع غير مناسب بيسحب هاي الطاقة ونصير مكسلين
ضايق خلقنا، نافذي الصبر، مستعجلين، صوتنا مرتفع وأميل للشجارات. هذا الكلام يخص بالذات وفي شيء صحي ممكن يكون حمل جدي ميزان وسرطان. طبعا ما زالت الزهرة تتقدم في برج القوس. الزهرة هي كوكب الحب والارتباط، وهذا عم بيأكد أنه مولود برج الحمل أسد القوس عندهم قصة ارتباط حلوة بهي الفترات أو نوع من أنواع التغيير العاطفي على الغالب. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل، لليوم الأمور جيدة لك، يمكن لأنه في حركة ويمكن لأنه في نشاط وطاقة وحماس. استغل هذا اليوم لأنك ترتب أمورك، تصرف بمودة. صار لك يومين مكركب ما كتير مبسوط، اليوم لا الأمور مختلفة أفضل بكتير. إذا في شوية مشاكل قطعاً رح تلاقي لها حلول. ناقش بموهبتك في الإقناع المعروفة عنك، واستعمل الحوار والنقاش ليكون في عندك فرص لتحقيق طموحاتك. مولود برج الثور، أنت اللي ما بتسمع النصيحة. هاي الأيام أيام ما كتير مريحة لألك، في حواليك نوع من أنواع الكركبة أو المضايقات أو هاتف يمكن اليوم يقلقك، أو عم بتبرر وجهة نظرك للآخرين، أو عم تظهر إنك غير مهتم ومفرقانة معك. طبعاً هي دايماً بيعملها مولود برج الثور، بيلبس قناع اللي مو مهتم ومفرقانة معه. بس اليوم من جوا أنت شديد الحساسية، متضايق من شي قصة، لا أتمنى أن تعاند. مولود الجوزاء عنده حركة ونشاط وعلاقات عامة، تخطي للمصاعب، فرصة مهنية عاطفية ممكن، مشغول بأمور عائلية ممكن، حسب كل واحد وضعه، بس غالباً يعني تتغير وفق الظروف. هاي الأيام أنت أكثر جاذبية، حواليك أخبار حلوة، حواليك حماس أو لطف أو ناس قادرين يساعدوك يمنحوك تحفيز على أمورك، على كل سواء عملياً سواء عاطفياً. متفائل على كل مولود الجوزاء. مولود برج السرطان عم بتناقش ببعض الأمور المالية وعم بتطالب بحقوقك، وأنا بقول الشهر القادم جيد على الصعيد المالي، ما نو سيء، يمكن تقبض مستحقات سابقة، يمكن تحاول بشكل جدي إنك تقلل الإسراف، ويمكن يكون في صرف أكثر مما يجب. هلأ حكاية المال اللي عم بترافقك بهي الفترات وشاغلتك، الحظوظ فيها مساعدة، لكن أنا بعرف إنك مبذر ما بتعرف تمسك قرش، يعني حاول إنك تعمل نوع من أنواع الاندخار. مولود برج الأسد، اليوم القمر ببرجه مشرق فايق بكير، عنده تجمع يمكن، عنده طاقة، عنده حماس، عنده مبادرات تجاه الناس اللي حواليه، يمكن أخبار حلوة. يعني أنا بشوفك هيك عم بترتب أمورك بشكل إيجابي، مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة، الأسبوع القادم كله الأفضل بالنسبة لك. الزهرة كوكب الحب والارتباط في برج القوس، صديقك عموماً عم بيخليك محبوب. تذكر هالأسبوع قدي ممكن يجيك تليفونات من ناس صار لك زمان ما شفتهم، أو يزوروك أو يتصلوا فيك، أو أنه تقدر هيك تكون لطيف مع الآخرين. فعلياً أنا بشوف هاي الفترات لوضع النقاط على الحروف لمولود برج الأسد، يمكن ليكون عندك أصدقاء أو مصالحات، أوقات ممتعة والسفر ربما. مولود برج العذراء، أنت اللي مو كتير مرتاح، في عندك نصايح ما عم تسمع هاي الأيام، أو علاقاتك متعبة شوي يمكن عائليا، حاول تستخلص العبر من دروس فاشلة عموما، ما تعلق أخطائك وعصبيتك على يعني الآخرين. كأنه اليوم نفسه برج العذراء بهيك صدر حنون يضمه، يعمل له هجة يعني على كل، أو هيك يساوي له شيء له علاقة بالحنية، يعني نفسه إنه حدا يحن عليه على كل. اليوم أنا بقول في أخطاء سابقة حاول تعترف فيها. مولود برج الميزان، يوم للاستقبالات بامتياز، أو للزوار أو للضيوف أو للاجتماعات. اليوم في عندك عواطف عموماً إيجابية، يمكن حتى تدخل هاي الفترات بعمل جديد تغير فيه حياتك. هاي الأيام في أشخاص محتاجينك. مولود برج الميزان، أنت مزدهر عاطفياً، في عندك إشراق أو سحر
يمكن دعوة، يمكن مناسبة، يمكن نقاش، أنت أكثر ميلاً عموماً للتجمعات. مولود برج العقرب هاليومين شوي مكركبين بالنسبة لك، ما كتير مبسوط. حاور من يهمك أمره، يعني قصدي اعمال المهم. دائماً أنا لما بكون عندي يوم متعب أو يوم ما كتير بريح ضلني بالحدود الدنيا، يعني اللي شيء ضروري بعمله، الشيء مو كتير ضروري بحاول ابتعد عنه أو أجله شوي. خذ نصيحتي، إذا في شيء بيتأجل معك أجله، لأنه أنت عندك تراجع معنوي داخلي لما هو مفروض عليك أو لما هو موجود حواليك. ويمكن حساسيتك اليوم عم بتزيد عن الحد الطبيعي، نقاشاتك مانا كتير مجدية. حاول أن تكون منفتحاً وأميناً مع من تحب ومع من تثق. مولود القوس اليوم عنده حركة ونشاط وعلاقات عامة ونوع من أنواع المبادرات تجاهك. تليفونك أنا برأيي ما عم بيوقف رن هاي الأيام، أنت تصل إلى ما تريد. عم تسمع أخبار حلوة، أوساطك اجتماعياً جيدة، تصحح أخطائك، تعوض عما فاتك، والجو مناسب لألك مولود برج القوس لتعمل شيء قصة مختلفة. تسعد لاستجابة من حولك. في تغييرات هذه الفترات سببها بقى شوي شوي دخول الكواكب لبرجك. الزهرة هلأ ببرجك، داخل بعد 10 أيام عطارد كمان على برجك، بعدين رح تدخل الشمس وتبلش الفترة الأفضل لمواليد برج القوس اللي إن شاء الله تحمل لك سعادة. الجدي الأمور بالنسبة لك العلاقة بدعم ومدح ومساعدات. اليوم حدا مادد إيده مع إيدك ليساعدك بشي قصة، سواء معنوية سواء عملية. أنا بقول قادر تتغلب على الظروف الراهنة، قادر تتخلص اليوم برج الجدي من سوء تفاهم. حتى كسب الأرباح اليوم ممكن تكون جيدة، يعني قصص المال قصدي، قصص الأعمال إيجابية. تنال ثقة من الناس الأعلى منك مرتبة بالعمل أو حتى بحياتك الشخصية، ممكن تكون قصة عاطفية عائلية. مولود برج الدلو الحياة أنت اللي متعب مكسل شوي، يمكن بسبب تأجيل أو تأخير أو قصص أنت ما لك خلق عليها. نافذ الصبر وشوي مستاء، في حدا عم بيثير غضبك من الناس اللي حواليك. أنا ما قلت لا، ممكن حدا يثير غضبك، ممكن حدا يعطيك هيك هاي إصدار الأوامر اللي بيكرهها مولود برج الدلو. بس أحياناً منضطر، يعني أحياناً في أشياء العلاقة بأنه قصة لازم تخلص، سواء حدا أصدر لي أوامر أو أنا اللي لازم خلصها، هي نفس الشيء. على كل الأحوال حاول أن تكون أهدأ بتعاملك ولا تفترض السوء بالآخرين. مولود الحوت الأمور اليوم إيجابية، مع أنه في مسؤوليات إضافية، يوم للعمل الكثير يعتبر. بس أنا دائماً بعرف برج الحوت هو أكثر الأبراج ميلاً للكسل إذا بدكم، أو للاسترخاء. بعرف حتكرهوني بس أقول هيك، بس أنت هيك يعني فعلياً تحب الاستلقاء أو الراحة. اليوم بقى يوم لا فيه استلقاء ولا فيه راحة، فيه شغل كتير حاول تخلصه، لأنه اللي ما خلصته اليوم حيتأجل لبكرة، وبعد بكرة حيعمل لك مشكلة. فأنا برأيي خلص كل أمورك بهاي الأيام، أيام فيها شغل كتير، وإذا في شيء ضروري فمضطر، يعني ما عندك حلول على كل الأحوال. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 24، واتمنى له السعادة. إن شاء الله أيامكم دائما خير ودائما سعيدة. قادر على مساعدتك دائما مولود 24، محب لمن حوله، علاقاته دائما جيدة، مشاكس على كل، قوي وطموح عموما، من الأشخاص اللي كائن فائق الجاذبية، بيعرف إمتى يحكي إمتى يسكت، بيعرف إمتى يكون فعال ومؤثر، فائق الكرم، فائق المزاجية، شكاك، لا يسمع كلام غيره. وعلى فكرة مولود برج العقرب بالمجمل هو الأكثر شكاً بالآخرين، رغم إنه ما بيقول، يعني ما بيحسسك بهي القصة، وهي منيحة. يعني طبعاً بيسمع آراء غيره ولكن ليس بالقرارات الأساسية، ببلش من الصفر وبينجح بأنه يوصل للي بده إياه. طبعاً بحب كلمة حاضر، روح قلبه كلمة حاضر نكون تقولوا له إياها.
طبعا سنة كثير مهمة أنا برأيي بالنسبة له، يمكن لأنه فيها تغييرات والتغييرات قادمة بهالفترات. هي كل السنة أنت مضيتها ما كنت مرتاحة، فكرة هاي الأيام لا أفضل بكثير وأحسن بكثير، والأمور رايحة باتجاه الأفضل. إن شاء الله الأيام سعيدة للجميع. أكيد رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا، يوم شهر سنة واسم. صباح الخير، وأنا كمان بحبك يا رنيم، أمورك جيدة جدا 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 جدا، وعندك 3-4 شهور بياخذوا العقل. أكيد هلأ سمعتيني وأنا عم أقول إنه الكواكب بقى داخلة على برج القوس، بلشتي تكوني جذابة لمن حولك، علاقاتك جيدة، ترممي علاقات، خاصة مرقتي بشهرين كنتي كتير متعبة بالعلاقات، ما ضل حدا إلا وتخانقتي معه أو بعدتيه عن حياتك. بإمكانك هلأ ترجعي ترممي علاقاتك وتقربي الناس اللي أنتي بتحبيهم وبتثقي فيهم، وإن شاء الله تختمي السنة تبلشي سنة قادمة بأفضل بكتير يا رنيم. غرام عم تسألني، بنت جميلة مولدة 79، شو برجي؟ 1-3 هو برج الحوت يا غرام، والأشهر القادمة جيدة لك مالياً وعاطفياً، أليس هذا جيداً؟ جيداً. فجر عم تسألني عن أموري، يسعد أوقاتك يا فجر. فجر الشهر القادم جيد جداً، استفيدي منه لأنه ما حيجي منه كتير. ما رح أجي إليك أنه 6 شهور القادمة كلها جيدة، رح يجي شهر جيد جداً مثل اللي جاي، ورح يجي شهر متعب مثل الأول مثلاً، أو 12 بين 12 والأول. إسراء مولدة 99، يسعد أوقاتك يا إسراء. والله أنا بشوفك حتختمي السنة بأفضل مما بدأتي يا أسراء، سنة جيدة جداً لك حبيبتي وإيجابية، وغالباً فيها تغييرات مهمة جداً، ممكن يكون فيها بداية عاطفية جديدة. أحمد ابن زهرة، يعني بس وضعك المالي شوي متعب يا أحمد، انتبه لي شوي على وضعك المالي، بقية الأمور تعتبر جيدة حبيبي، ما في شيء سيء، بس شوي الوضع المالي ليس الأفضل. من هون لنص الـ 11، من بعد نص الـ 11 ترجع تترتب أمورك. إن شاء الله أيامنا كلها جيدة، ونختم السنة جميعنا بأفضل مما بدأت يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب. شو تختمي بأفضل مما بدأت؟ جوزاء حظه ظريف، يعني يفترض إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك. صباح الخير. رح ننتقل سوا لنشوف طبق الشيف بشرى بشكل نهائي. يسعد صباحكم عن جديد، وهيك كان شكل النهائي لطبق الى اليوم. اليوم عملنا كيكة التمر بصوص، وحطيت على الوش صوص الكراميل بالجوز، وزينت شوي على الطراف بالجوز، اكيد بعد ما حطيتها. هلا مثل ما قلت، يعني انا اذا ما عندي من هذا القالب اللي انا ممكن اعبي فيه الصوص، ممكن حتى القالب ما طلع الكيكة منها، يعني وهي بقلب القالب بحط الصوص عليها، واكيد بقطعها وبقدمها بعد ما تبرد شوي. ان شاء الله يكون طبق اليوم عجبكم، تجربوه وتخبرونا، وبشوفكم السبت بوصفة جديدة. نسلم ايديك يا شيف، يعطيك الف عافية. يعطيك العافية وشكرا كثير لك. هيك بنكون وصلنا سوا لختام حلقتنا لليوم، ختام حلقة نهاية الأسبوع، كانت مميزة، في كثير من المواضيع المهمة اللي بتهمكم أكيد، واللي دائما بتكون يعني مثل ما بيحبوا العالم يتابعونا. اكيد يعني ان شاء الله يا رب هيك حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم، وبختام اسبوعنا اكيد بدنا نتمنى لكم كل الخير، كل الامن والامان والسلام لنا ولبلدنا سوريا، يا رب هيك تمرق هالايام العصيبه على خير، وفعلا يرجع الفرج القريب ينور بلدنا وحتى بلدنا الشقيق لبنان. تبقوا بالف خير، باي باي.